سيداتي ونسي سيداتي بملعب عمر حمادي لصالح بارادو أتليتيك أمام اتحاد بسكرة. ضربة جزاء أعلنها الحكم بلال بن جهان نلعب الدقيقة 9 من الشوط الثاني. أو يسري بوزوخ هل يسجل الهدف الأول والخامس له منذ انطلاقة البطولة؟ بوزوخ يسجل رواتبات بوزدل في نفس اتجاه الكرة عرضية، هدف مقابل صفر لبارادو أتليتيك بعد مرور 9 دقائق تقريبا من الشوط الثاني و4 دقائق منذ إعلان ضربة جزاء من طرف الحكم حكم اللقاء بلال بن جهان. إذن بوزوخ على الصورة يسجل رغم الارتماء ولكن الكرة كانت زاحفة قوية منفذة بشكل جيد. هدف مقابل صفر لصالح فريق بارادو أتليتيك. أكيد أننا سنشاهد مباراة أخرى في المرحلة الثانية. وقطع الكرة كانت متجهة نحو جعبوط عالية من هناك، قبلي يتمكن من الكرة ثم آدم زرقان. بوزوخ آدم ينطلق على الجهة اليمنى محاصر أمام هشام مختار، يدخل منطقة العملية بوزوخ بالقدم اليسرى والهدف الثاني. والهدف الثاني التصويبة بالقدم اليسرى تصطدم بأحد اللاعبين وتغالط الحارس بوزدر اللي كان متقدم بلين على الأقل الخط المرمى. وبوزوخ يسري يتمكن من تسجيل الهدف الثاني، ولكن احتسبنا الهدف لصالحه لان الكره ما غيرش اتجاهها، راحت عاليه لمسها احد اللاعبين كما شاهدنا وسكنت في الشباك. يدخل منطقه العمليات وبالقدم اليسرى وتخادع الحارس. ايضا هذا الهدف يحتسب ليسري بوزوخ وتصبح النتيجه هدفين مقابل صفر لصالح فريق بارادو أتليتيك امام اتحاد بسكره. يقل نشاطه حتى مردوده قل في الشوط الثاني ربما من ناحيه